السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دايرة أمي حسن سليك. الله يبارك فيك لالا أم محمد. بخير. أعزك الله لالا. راني سعيدة بالمكالمة معك سيد الدكتور. الله يجازيك بالخير. أعزك الله لالا. أعزك الله. الله يخلي لك وليداتك وعائلتك. اللهم أمين لله. أنا فايت هضرت معك عمي الحاج. نعم. وقلت لك على الوضعية ديالي الزوج ديالي. وبالنسبة عمي الحاج يعني كما قال داك السيدة يعني حتى في الأحلام ديالي يعني كنحلم حيوانات بزاف يعني مثلا العقرب يعني مثلا يعني بزاف يعني الحيوانات. إيه. وبالنسبة للزوج ديالي يعني حالي صافي يعني ما بقاش يعني ما بقاش يهضر معايا كاع هذه المده ديال 4 سنين زعما. والعلاقه الزوج بينكم ما بقاتش فاتره ربما ما كايناش. ما بقاتش عمي الحاج لا 4 سنين هذا. لا اله الا الله. بغيتك عمي الحاج تداعى معايا ومع وليداتي ويعاونني. يا رب يا رب. اليوم عمي الحاج ويعني بغيت ضروري نشوفك عمي الحاج. ان شاء الله. مرحبا ام محمد. يا ألف مرحبا لالا. الله يفرج الله عليكم. يعني ضروري يعني حاولت مع القى كنشوف أنني بغيت نشوفك ونهضر معك. يا ألف مرحبا لالا أم محمد. والله عمي الحاج دا معايا بزاف. يا رب يا رب يعني يا رب. وليداتي عندي جوج ديال الوليدات 10 سنين هذه وأنا مجوزة. لا إله إلا الله. 10 سنين هذه دابا لمدة 10 سنين. الله يخليهم لك لالا. يعني كنحس عمي الحاج شي حاجة يعني كاينة. أيال لالا أم محمد في ال... في ال... في ال... في الفراش ديالك لالا محمد كتشوفي شي رؤى مخيفة كتحسي بشي جسم كيقترب منك؟ لا عمي الحاج لا أنا يعني دائما كنصلي ملي كتسالي كنتوضا ونصلي ركعتين وكنشد المصحف الكريم ونقرا ما تيسر منه والذكر والنعس يعني بحال الأحلام ديالي كنحلم بحالي طايحة نمشي جي يعني بحالي ماشية في شي طريق ماشي ظلام بحالي الحيوانات. لا إله إلا الله. بحال الكلب كيتقرب مني بحال مثلا حلمت العقرب عباتني الأفعى. لا إله إلا الله. لا إله إلا أم محمد. الله يفرج عليك. الله يفرج عليك يا ربي يا كريم. الله يفرج عليك أم محمد. لضيق الوقت الوضع ديالك وحسب الكلام اللي قلتي التشخيص ممكن نقولوا بأن الحالة اللي عندك ماشي كتسمى ما عندكش الجني العاشق. الجني العاشق كيجي عند النساء في الفراش وكتحس بأن هناك جسم يقترب منها وكتبقى في صراع معه. أنت عندك حالة أخرى. أش عندك؟ عندك الحالة ديال السحر لأن من علامات المسحور أنه يرى في المنام أنه في مكان مرتفع وكيطيح على وجهه في شي جبل في شي عمارة في شي مكان مرتفع وجاي طير وطيح على وجهه غيطيح هذاك معنى أنه مسحور وخصوصا غيشوف بأن المكان اللي غيطيح فيه كاين فيه ظلام ظلام دامس هذه من علامات المسحور هي السكانير باش كنعرفوا الانسان عنده في هذه الحاله ثم العقارب اللي شفتي والافاعي يعني ان السحر جايك من جهه اناث جاي من طرف امراه لان العقرب والافعى ترمز الى امراه كارهه امراه حاسده امراه حاقده بخلاف الكلب او النمر او غير ذلك هذاك رجل أو أسد كيكون رجل هذه الأفعى والعقرب مرأة وصفة العقرب والأفعى كتكون حاقدة وحاسدة وربما أنك تعرضت لشيء من هذا القبيل العلم عند الله سبحانه وتعالى والعلاج للأم محمد وهي أنك تقرأ الآيات ديال فك السحر آيات فك السحر كثيرة إذا قريتها بإذن الله الواحد الأحد ربي سبحانه وتعالى قريها في الإناء ديال الماء وداك السحر كيتفك لانه صناعه كيميائيه كيوقع فيه الربط وربي عز وجل قال من شر النفاثات في العقد كيديروا عقده في عقده في عقده في عقده كتعود حياتك كلها معقده يعني داك المنطق ديال العقل والتخطيط والفهم كله كيوقف
وكيعود الانسان معقد في حياته وديما في صراع. وربي عز وجل قال: ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. من علامات السحر التفرقة ما بين الزوج والزوجة. كاين الفتور ديال العلاقة الزوجية، لها أسبابه، أسباب كثيرة، إما عدم التوافق الفكري والنفسي والجسدي، إما الصراعات العائلية، إما بزاف ديال الأشياء، أمراض، برودة. ولكن يبدو بعض المرات الحياة عادية، الراجل مزيان، مرة مزيانة، ولكن لديهم فتور قوي كنقولوا السبب ديالو. إلا شفنا هاد الأعراض ديال المنامات، إنسان طيح من الفوق وجي في وجهه، على وجهه غادي يطيح، وكاين الظلام، وكاين حيوانات مفزعة، معنى أنه مسحور. لالا أم محمد، إن شاء الله في ختام الحلقة ديال اليوم بقي معنا وجدي واحد الإناء ديال الماء، بوديزة ديال الماء، سطل ديال الماء. وفي ختام الحلقة بإذن الله غنديروا واحد الدعاء بقراءة آيات فك السحر. وأي واحد كيسمع فينا الآن وكيظن بأنه مسحور، ويا ما كاين داك الشيء عندنا كثير في المجتمع، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه فرصة ليلة الجمعة ناخذ واحد الإناء ديال الماء وغنقراو فيه بإذن الله تعالى آيات فك السحر. مجموعة ديال الآيات غنقراوها، وبإذن الله الواحد الأحد هذاك الماء غتشرب منه أو ترش به المكان ديال الإقامة ديالك، إما البيت وإما المحل التجاري وإما السيارة ديالك أو غير ذلك، وغتلقى بأن واحد الراحة، واحد الانفراج بفضل الله وجود الله وكرم الله. الله يشافك يا أم محمد، الله يمتعك بالصحة والعافية ويحفظك ويرعاك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.